نتكلم على كل ده في فقرتنا النهارده مع دكتور مريان نادر، وهي من اهم واكبر الاطباء في مجال التجميل والليزر. هتقول لنا امتى بنلجأ لكل تقنيه من دول وعلى اي اسس، وهتدينا كمان روشته سريعه كده للحفاظ على بشرتنا خلال فصل الصيف، وكمان هتحاول بقدر الامكان ترد لكم على كل اسئلتكم اللي بعتوها لنا على صفحتنا، صفحه الطبيب على الفيسبوك. خليني الاول ارحب بضيفتي اللي منوراني في استوديو الطبيب، دكتور مريان نادر، اخصائي الجلديه والتجميل والليزر ودبلومه التجميل والليزر من المركز القومي للبحوث. منورانا، اهلا بيكي. اهلا بيكي. اول حاجه كده يا دكتور، عايزين نعرف يعني ايه تناسق الوش وايه هي مقاييس الجمال؟ اولا انا حابه اوضح حاجه، ان مش اي حد يعمل حاجه، يعني مثلا انا عملت حاجه ممكن تكون متناسقه مع بشرتي، متناسقه مع وشي، غيري ممكن يعملها ما تكونش. يعني في ناس كتيره تيجي تقول لي انا عاوزه احقن بوتوكس، عاوزه احقن فيلر، على طول بقى هي جايه محدده هدفها، عايزه اصلا فلانه عملت فانا عايزه اعمل فلانه لاق عليها، لكن انا مش شرط ان هو يكون لايق عليا. تمام. احنا ممكن نوضح حاجه بسيطه بس، ان في مقاييس لجمال البشره. تمام. ان يكون يعني في صوره معانا ممكن توضح الموضوع ده. ان يكون الوجه منقسم لثلاث اجزاء. تمام. ثلاث اتلات، الثلث الاول من الوجه خط بيمر ما بين الحواجب، الثلث الثاني خط بيمر عند الانف، خط بيمر عند الدقن. الثلاث اتلات للوش دول لازم يكونوا متناسقين مع بعض. طب اللي على اليمين ايه بقى يا دكتور؟ ده برضو تقسيمه تانية لمقاييس جمال بس خطوط طوليه. أوكي. الخط الاول بيمر عند الاذن، وبعد كده الخط الثاني بيمر عند الزاويه الخارجيه للعين. تمام. الخط الثالث بيمر عند الزاويه الداخليه للعين. الثلاث خطوط دول وزيهم الناحيه الثانيه بيقسموا لنا الوجه لخمس اجزاء، لازم تكون الاجزاء دي متناسقه مع بعضها. كده احنا نقدر نقول ان الوجه جميل، او كده الوجه متناسق مع بعضه لان اجزائه كلها متناسقه مع بعضها. تمام. يعني ممكن برضو حد يجي يا دكتور يقول لك انا عايز مثلا فيلر او بوتوكس او واتيفر، يعني من غير اي على اي اساس، مش نافع مع وشه بالزبط. مش نافع مع شكل وشه بالظبط. في حاجه كمان، ان وجه السيده بيبقى مختلف في الشكل عن وجه الرجل. اوكي. يعني وجه السيده بيكون شكله مثلث مليان شويه من عند العظمتين بتوع الزيجوما، العظمتين الوجه دول. تمام. يكون نازل على مثلث شويه. وجه الرجل بيكون لا، يعني شكله لما نيجي نقول مربع شويه، تخين من فوق ومن تحت. تمام. فاحنا لو عملنا في السيده وحققنا فيلر تحت، او يعني زي ما هي عايزه او زي ما هي بتطلب، فكده شكلها هتعمل اللي هي عايزاه، بس الشكل مش هيطلع حلو في النهايه. طب يحددوا بقى شكل وشهم ازاي يا دكتور؟ يعني في اللي هو الاوفل شيب، وفي السيركل، وفي السكوير، يعرفوا منين بقى؟ ما احنا بنقول على اساس على الاسس اللي احنا بنحطها، اللي هي تقسيمه الوش. نسب وتناسب تكون كلها متناسقه مع بعضها. تمام. الاتلاب بتاعت الوش تكون كلها زي بقى، تكون متساويه مع بعض. قلنا اللي هي في حاجه كمان، ان هي الكيرفات بتاعت الوش عند السيده او الفتاه لازم تكون واخده كيرفات. في برضو معانا صوره ممكن توضح الموضوع ده. عند عظمه بتكون واخده كيرف، عند منطقه الدقن بتكون واخده بالظبط كده. الخطوط الخضراء دي هي دي بتوضح الكيرفات اللي لازم يكون عليها الوش الجميل. يعني تمام. عند منطقه العظميه هنا، وعند منطقه الدقن، عند منطقه القوره برضو في خط لازم يكون واخد كيرف. اوكي. هو هنا يا دكتور دي اوفل شيب صح، وشها هنا اوفل. بالظبط. بس هتخلي بالنا ان فوق هتلاقيه برضو مليان عن تحت. يعني فوق الخط واخد الشكل، الوش واخد شكل مثلث سنه. تمام. يعني مليان من فوق سنه ونازل على مسحوب شويه. طب والناس يا دكتور برضو اللي وشهم نازل بس مش يعني مش نحيف، اللي هو الجو لاين مش باين، دي بقى بنتصرف فيها ازاي؟ بص، اي حاجه بنقدر نظبطها بالفيلر. يعني ممكن في ناس بتلاقي عندها في كيرفين دول بداوا يدخلوا لجوه كده. تمام. مع السن، مع التقدم في العمر، بتلاقي الخطوط دي بدات تدخل لجوه، ما عادش واخد الكونتور او الشكل الجميل المرسوم اللي كان قبل كده ده، فبنبتدي نحقنها فيلر ونظبط المكان ده. في ناس تلاقيها الخطوط داخله لجوه، وداخله لجوه قوي. دي ليه بقى يا دكتور؟ ده هي طبيعه، في طبيعه اسر بتبقى عامله كده، الشكل الوش بيبقى عامل كده. تمام. وفي ناس برده مع التقدم وعدم الحفاظ على البشره والشمس وعوامل كتيره بنهمل فيها في بشرتنا. تمام. بنلاقي الوش بدا يبقى نحيف من المنطقه دي، فقد للدهون في المنطقه دي. طب يا دكتور بقى، في مثلا ممكن حد يكون وزنه طبيعي جدا وكل حاجه، ووشه برده فيه الدبل تشين، دي نتصرف برضو فيها ازاي؟ الدبل تشين دي اللي هي وهي مثلا ما عندهاش وزن زايد او حاجه. بالظبط. اولا ممكن تتاثر بربطه الطرحه شويه، فانا بقعد كاتمه المكان هنا، ضغط على المكان. بالظبط. منطقه الدهون تتجمع في المكان ده، او برضو بيبقى ليها عامل وراثي شويه. في ناس رفيعين وتلاقي عندهم منطقه الدبل تشين دي. فبتدي بعد ما نبتدي نظبط الوش كله، او نظبط توزيعه الفيلر في الوش، نبتدي نشوف بقى المنطقه دي، بنحقنها مواد تفتت الدهون في المكان ده وتشد الجلد. أوكي. دي نتيجه كويسه. دي ايه بقى يا دكتور اللي معانا؟ ده برضو التلات اتلات بتوع الوش زي ما احنا اتفقنا، لازم يكونوا التلاته بالزاويتين، الزاويه الاماميه والزاويه الجانبيه. بيوضح لي الوجه يكون متناسق لو كان التلات اتلات دول زي بعض. طب دكتور، لو نبتدي بقى بالكلام عن الفيلر الاول، حقن الفيلر امتى بنلجأ له؟
اولا احنا بنلجأ للفيلر في حاجه مع التقدم في العمر بيبتدي يحصل في الوجه فقد للدهون او بيحصل تهدر في الوجه لتحت، يعني الوش بيبتدي تلاقيه نازل لتحت كده، بيبتدي يعمل لي الخطين اللي حوالين الفم هنا منطقه الفم، يبتدي يعمل لي الكيرفات اللي بتبقى داخله لجوه هنا في منطقه الدقن ما بتبقاش موجوده، تبتدي الخدود تبتدي يحصل فيها ساجنج وتهدل فبتبتدي تخف في المكان ده. بنحقن فيلر، الفيلر ده ماده مالئه تمام، بنحقنه مثلا في الخدود لو احنا لو لقينا فقد في منطقه الدهون في الخدود، بنحقنه في خطي الابتسامه، بنحقنه في منطقه الدقن لو الكيرفات دي داخله لجوه تمام. الفيلر بيملى مكان في اي مكان داخل لجوه بنبتدي ان احنا نحقنه فيلر فنملاه، بس مش اي مكان اي مكان بمراعاه مقاييس الجمال. اوكي يعني ممكن حد يجي لا انا عايز اعمل فيلر هنا ماليش دعوه يعني عايز خدودي تبقى كمان. في حاجه كمان ناس كتير تيجي تطلب مني عايز احقن فيلر في الشفايف. يا دكتور دي منتشره جدا الايام دي. بالظبط، في ناس على فكره بيبقى عندها عدم تناسق في الشفاء، يعني الشفه اللي فوق مثلا غير الشفه اللي تحت. في مقاييس للجمال برضو بنراعيها واحنا بنحقن، مش اي حد يقول لي هحقن يبقى هيحقن، ينفع يحقن. الشفه اللي فوق بتكون التلت والشفه اللي تحت بتكون التلتين. في كمان في منطقه الشفاء بيكون مفيش كونتور مفيش بوردر للشفه، فاحنا بنبتدي نرسمه بالفيلر تمام مع مراعاه برضو التناسق التلت والتلتين. حتى لو عايزين ندي فوليوم اكتر للشفايف لازم برضو نكون مراعين التناسق او مقاييس الجمال التلت والتلتين. طب هي ايه بقى يا دكتور بقى مقاييس الجمال اللي هي الطبيعي الافريج اللي الناس كلها المفروض يبقى شكلها طبيعي بيها؟ المقاييس الجمال زي ما احنا شفنا في الصور ان يكون تلات اتلات للوش. أوكي. ان يكون الشفايف التلت اللي فوق التلت، الشفه اللي فوق واخده التلت والشفه اللي تحت التلتين، لها كونتور لها بوردر كده مرسوم بكيرف. برضو الوجه لازم يكون واخد كيرفات، يعني لو لقينا حته داخله لجوه حته داخله لجوه هنا لا دي برضو بتعوق شويه مقاييس الجمال. تمام. في البوردر ده برضو في عند عظمه الزيجومه العظميه دي واخده كيرف. كل دي بتقول لي ان الوجه ده جميل ومتناسق. زي هنا معانا يا دكتور هنا الايجنج اللي هو بقى عدى عليه بالظبط، دي صوره السن. بتوضح اللي هي فقد في الدهون مع السن. لو نشوف الصوره في وجه الشباب الدهون موجوده كلها في منطقه الخدود متجمعه في منطقه الخدود فعلا. بالظبط، لو نشوف مقارنه للصوره اللي جنبها في فقد حصل في الدهون في منطقه الخدود منطقه حوالين الفم تحت العين، لو نلاحظ ان في عشان كده مع الوقت بنلاقي في بلج في انتفاخ ظهر تحت العين لان الدهون بقت تحت العين موجوده وحصل فقد في الدهون في منطقه الخدود. تمام. فاحنا لو حققنا تحت في الخدود هنعوض الموضوع ده. طب ايه العلامات بقى يا دكتور اللي هي بتاثر جامد جدا على منطقه الخدود؟ بصي هي في حاجات بتاثر على بشرتنا كلها بصفه عامه، وفي حاجات عادات خطا احنا بنعملها بتاثر على بشرتنا وبتخلي بشرتنا تعجز بدري. احنا عاوزين بقى جايين النهارده نحافظ على بشرتنا. تمام. نحافظ على بشرتنا من علامات التقدم في السن ازاي؟ ازاي بقى؟ اول حاجه في الصيف والحراره اللي احنا فيها دي لازم رقم واحد واثنين وعشرة صن بلوك، واقي شمس. الناس بتقولي لا انا مش بيزيت لي وشي ما بحبش احطه كده. ما انت بتستخدمي صن بلوك غير مناسب لنوع بشرتك. كل واحد ليه نوع، كل نوع بشره ليها واقي شمس مخصص ليها. واقي الشمس بتاع البشره الدهنيه بيكون حاجه جيل خفيفه ما تقفليش المسام ما تبانش تبقى لايت جدا على البشره بسرعه كمان. بالظبط. البشره الجافه طبعا بتكون حاجه كريم شويه عشان تعوض الجفاف اللي في البشره. يبقى ده رقم واحد الصن بلوك او واقي الشمس قبل ما نتعرض للشمس بنص ساعه. طب لو بيحطوا ميك اب بقى يا دكتور يعني يحطوا قبل الميك اب؟ في حاجات صن بلوك تنتد فيها كريم اساس، في حاجات بتدي لايت برضو، يعني في حاجات بتدي سنه فاونديشن، او ممكن لو الناس مش عايزه تستخدم حاجه تنتد تستنى بس ربع ساعه يحصل له ابزوربشن وبعد كده تقدر تحط الميك اب اللي هي عايزاه. ما يحصلهمش اي حساسيه او اي اضرار طالما ملائم لنوع البشره. ان شاء الله ما يحصلش اي حاجه ان شاء الله. يبقى دي رقم واحد ان احنا نحط صن بلوك ملائم لنوع البشره. تمام. تاني حاجه يكون يعني نحافظ على بشرتنا برضو بشرب الميه الكتير خصوصا في فصل الصيف. البشره انت ما بتشربيش ميه بتلاقي وشك ينشف. يحصل تجاعيد مبكره. كمان الاكل الصحي بياثر على برضو على نضاره بشرتي. ثقافه الجانك فود يا دكتور. بالظبط. الاكل الصحي اكل فيه خضار وفاكهه والحاجات دي كلها بتدي نضاره للوش. مع شرب الميه برضو بتدي نضاره للبشره. تمام. البشره الدهنيه ممكن نعمل لها حاجه اسمها سكراب للبشره مرتين في الاسبوع مثلا، مش اكتر من كده. ونراعي ان ما يكونش فيه حبوب واحنا بنعمل سكراب بحيث ان احنا نشيل طبقات الجلد الميت وننظف البشره. يعني يستنوا لغايه لما وشهم يخف الاول. بالظبط. لو في حبوب حبايه اكتف او حبوب موجوده لا ما نعملش سكراب للبشره. طب وفي ناس كتيره جدا بتبعت على السيستك اكني والحاجات دي يا دكتور، بنحلها ازاي؟ الاكني اللي هي حبوب الشباب اللي بتبقى كبيره التكيسات دي دي مرحله متقدمه من حب الشباب، بنبتدي نحقنها مواد. أوكي. او في ادويه جديده طلعت حديثه دلوقتي بتبتدي تنشف لي الماده الدهنيه في الحبوب دي. ممكن مع السيشنز برضو او مع جلسات الليزر بتساعد برضو؟ جلسات الليزر طبعا بتدي حل جميل جدا وتفادت وقت كتير قوي. تمام. في ان هي تعالج لي
السكارز اللي هي الندبات بعد حبوب الشباب وتعالج لي الحفر، وبعض انواع حب الشباب ممكن اعالجها باجهزه الليزر اللي هي بس ما تكونش ملتهبه، يعني لو ملتهبه نبتدي نعالجها، يعني مش اكتف، مش اكتف، مش معبيه صديد، ما فيهاش الحاجات دي. تمام. لكن مجرد الرسيمه واحمرار كده في الوجه لا، ممكن نعالجها باجهزه الليزر. طب والندبات والحاجات دي يا دكتور مثلا افريج تاخد كام جلسه؟ يعني نقول مثلا افريج من 4-6 جلسات، طبعا متفاوتة من حد للتاني كتير، من كيس للتانية طبعا. طبعا لو هي الندبة الموجودة دي عميقة شوية بتحتاج عدد جلسات أكتر، لو مش عميقة وسطحية شوية بتحتاج عدد جلسات أقل. طب البوتوكس بقى يا دكتور، إمتى بنلجأ لتقنية البوتوكس؟ عايزة أوضح حاجة، البوتوكس كل ما نحقنه بدري كل ما يكون أحسن كتير. بدري في السن؟ بدري في السن. أوكي. بدري، لا مش بدري في السن، بدري في بداية أول ما التجاعيد تبتدي تظهر. يعني في ناس تيجي تقول لي انا عندي 20 سنه لا انا مش هحقن بوتوكس دلوقتي. ايوه بدري جدا. مش يعني هو مش مرتبط بسن على قد ما هو مرتبط بقوه عضله. يعني فلنفرض مثلا ان انا عندي خطوط ال111 دي ظاهره وقويه قوي عندي دلوقتي، انا ايه اللي هياخر، ايه اللي هيخليني ما احقنش؟ ما هو انا لو استنيت عليها سنه، استنيت عليها سنتين، هي تدي قوه العضله دي تحفر لي خط موجود في، تحفر لي خط. مش في ناس يبقى صعب ان احنا نتخلص منها بعدين. صعب نتخلص منها بالبوتوكس. ممكن هنحتاج بوتوكس وبعد البوتوكس كتير نحتاج فيلر وفراكشنال ليزر وقصه. طب احنا نأخر من ظهور التجاعيد دي دلوقتي او نعالجها في بداية ظهورها. تمام. هيوفر لي وقت كتير بعد كده ومجهود كتير بعد كده. البوتوكس بيتحقن في كذا مكان في الوش، غالبا بيتحقن في الأبر فيس في الجزء العلوي من الوجه. أوكي. بيتحقن في ناس تلاقي عندهم 111 تكشيرة كده، بنبتدي نشيلها بالبوتوكس. خطوط عرضية مع منين نبص لفوق ونرفع حواجبنا لفوق برضو بنشيلها بالبوتوكس. تمام. في صورة برضو ممكن توضح لنا الموضوع ده معنا. في أماكن يا دكتور بقى بتستجيب أحسن من أماكن تانية في موضوع البوتوكس؟ لا هو إحنا مش حكاية أماكن بتستجيب، لا كله طالما حقنا دوز أو جرعة كويسة في البوتوكس. زي دي يا دكتور كده احنا هنا بنشوف البيرسبشن بس. دي البيرسبشنز. لا في صوره هنلاقيها موضحه لنا اماكن اللي بنتحقن فيها البوتوكس واشكال التجاعيد قبل وبعد. أوكي. نلاقيها عامله ازاي. تمام. مش حكايه انت بتقولي اماكن تستجيب عن اماكن أحسن. لا هو فكره دوز، انا بحقن جرعه معينه في عضله معينه فبتجيب نتيجه معانا. حاجه اسمها ريتاتش بيبقى بعد البوتوكس باسبوع، بنبتدي نحقن اي رتوش متبقيه بنبتدي نحقنها نزودها. تمام. لان طبعا مش شرط انا مثلا حقنتك يونتس معينه تجيب نتيجه معاكي زي ما هتجيب نتيجه معايا. مختلفه من حد للتاني حسب قوه العضله في فرد للتاني وحسب استجابه كل واحد والتاني. طب هي مقتصره بس على الوش يا دكتور موضوع البوتوكس او الفيلرز كمان؟ لا طبعا البوتوكس ممكن نحقنه في اماكن وحل مشاكل كتيره قوي. ده البيفور اند افتر في البوتوكس صح؟ بالظبط. الخطوط اللي هي التكشيره وخطوط التكشيره برده موجودين هنا بيفور وافتر. تمام. تمام. وهنا في اول صوره برضو واضح جداً جداً الضحكه. مكان الضحك فيه شعاع شمس بيبقى موجود حوالين العين برضو، ده قبل وبعد. وكمان الفاين لاينز اللي حوالين العين او التجاعيد حوالين كتير طبعا. بتحسن كتير جدا. عشان كده بقول اول ما نبتدي أول نلاقي حاجه على طول نتصرف. نبتدي نعالج بدري. تمام. وهنا يا دكتور برضو الرينكلز اللي تحت برضو بيستجيب موضوع السن يا دكتور، يعني مثلا لو حد جه عنده 25 سنه غير حد جه عنده 40 سنه. بالظبط. بيستجيب في عدد الجلسات اللي بنحتاجها. يعني واحده عندها في بدايات العشرينات لو حقنت مره واثنين ورا بعض ممكن تقعد فتره طويله ما تحقنش. اوكي. تمام. لكن في السن المتقدم بقى بنحتاج نحقن ريجولر، كل ما البوتوكس مفعوله يروح نبتدي نحقن ريجولر بانتظام. طب كل 6 شهور مثلا او كل 9 شهور. ده في السن الكبير. في السن الكبير. في السن الكبير. بالظبط. في السن الصغير بقى. في السن الصغير ممكن نحتاج مثلا نقول جلستين او ثلاثه بقى نقعد فتره كبيره ما يكونش فيه رينكلز، لان احنا بنضعف العضله في بدايه ظهور التجاعيد. تمام. تمام. فعشان كده بنقعد فتره زي ما تكوني الوقايه خير من العلاج. طبعا يا دكتور طبعا. طب يا دكتور عايزين نعرف برضو يعني هل هي مقتصره على الوش ولا بقيه الجسم ممكن في مناطق تانية اقدر استخدمها فيها؟ حابه اقول لك حاجه، البوتوكس دلوقتي حل مشكله كبيره جدا. هنا ده السمايل فيس. بالظبط. ده هنا الفيلر عندها تجاعيد بدات تظهر حوالين الفم. بدانا نحقنها فيلر اختفت على طول. ده بعد كام سيشن بقى يا دكتور؟ لا دي في وانس. وانس على طول انستنت. وقت ما هو الفيلر ماده مالئه. بحقن بتملى المكان الموجود وتبتدي على طول في ساعتها تلاقي نتيجه. لا نتيجه يعني هايله يا دكتور. نكمل كلامنا على الموضوع. البوتوكس حل مشكله كبيره جدا في العرق والحر اللي احنا فيه ده. كان زمان الناس بتعرق كتير قوي ويجي يلاقي منظرهم بيبقى محرج جدا. هم يتحرجوا وسط اصحابهم خصوصا كمان في السن الصغير. ايديهم تبتدي تعرق كتير، منطقه الاندر ارم او تحت الابط تلاقي فيه خط عرق كده موجود. البوتوكس حل المشكله دي تماما. ازاي بقى يا دكتور؟ احنا بنحقن البوتوكس بيبتدي يخفف لي العرق الموجود ده، بيقعد معايا اكتر ما بيقعد كمان في منطقه الوجه. بيتحقن في الاندر ارم، بيتحقن في الايدين، بيتحقن في الرجلين. عشان في ناس حتى في السن الصغير تلاقيه طلبه بييجوا يقولوا لي انا
واحنا بنحل في الامتحان الورق اللي الورقه كلها بتتبل ميه من كتر العرق. دي حاجه وراثيه يا دكتور مثلا؟ لا هي مش فكره وراثيه على قد ما هي نشاط في العصب السمبساوي بيكون نشط في في بعض الناس. عشان كده احنا لما بنحقنهم بوتوكس بتدي يديني نتائج هايله جدا في الايدين وفي الاندر ارم وفي الرجلين كمان. طب والهالات السوداء بقى يا دكتور، بعت لنا كميه اسئله غير طبيعيه على الهالات السوداء وفي السن الصغير، يبقى عندها مثلا 21 22 وعندها هالات باينه جدا. بصي الهالات دي قصه تانية بس احنا هنقولها باختصار كده. الهالات اولا لازم نكون بناكل كويس، لازم نكون بنشيل الميك اب حوالين العين، ما نشربش شاي وقهوه كتير، نعمل تحليل حديد في الدم، لو في نسبه الحديد قليله نبتدي ناخد فيتامين حديد يعوض النقص الموجود. تمام، دي حاجات احنا ممكن حاجات نتجنبها. تمام. في حاجات بقى حقن احنا ممكن نعمله، يعني في نتيجه هالات سوداء بتكون نتيجه كيرف او حفره موجوده. رمل البحر، انت احنا لما تيجي تبصي على رمل البحر بتلاقي حفره موجوده. بالزبط. الرمل اللي فيها غامق، هل معنى كده ان الرمل في المكان ده غامق؟ لا. ولا في تجويف مديني ايحاء ان المكان غامق؟ بالظبط كده. فاحنا لو عندنا في بعض الناس بتلاقي الهالات السوداء دي نتيجه تجويف موجود، لو التجويف ده موجود بنبتدي نحقنه فيلر فبتدي يحسن لي المكان لان المكان اتملى فما فيش الضي اللي بيبقى موجود. تمام. في حاجه تانية ممكن نحقنها، في حاجه فيتامين سي وجلوتاثيون واربيوتين، مواد تفتيح لو هي لها جينيتك او عوامل وراثيه شويه نبتدي نفتح المكان ده تدريجيا. حاجه كمان ممكن نعملها، ممكن نعمل حاجه اسمها كاربوكسي ثيرابي. أوكي. اللي هي بنحقن غاز ثاني اكسيد الكربون. تمام. بيبتدي يحصل تبادل ما بين غاز ثاني اكسيد الكربون، خليه تمتص ثاني اكسيد الكربون تطلع لي اكسجين، الاكسجين يحسن لي الدوره الدمويه فالدم الراكد اللي مدي ايحاء ان المكان مسمر يبتدي يتحرك فيبتدي المكان يفتح تدريجيا. طب هنا يا دكتور مثلا عندهم اوبشنز او اختيارات كثيره جدا وهم لسه في سن صغير، بيختار على اساس ايه؟ هو مش هي اللي تختار على اساس ايه الحقن، على حسب كل حاله بتختلف عن التانية، يعني اللي فيها عامل وراثي غير اللي بيكون الصبغه اكتر غير اللي بيكون دم راكد او حاجه فاسكولار شويه، حسب كل حاله بتختلف عن التانية. تمام؟ تمام. وطبعا لو في نقص فيتامينز بنبتدي نعالجه مع العلاجات اللي احنا بنستخدمها. هي بس يا دكتور احنا عايزين برضو نغير ثقافه اللي هو ايه، لا لما اكبر ابقى اشوف الموضوع ده وأحله. بالظبط. ثقافتين عايزين نغيرهم، اللي هو لما اكبر طب ليه استنى المشكله لما تحصل، لا انا مش في حاجه دلوقتي انا لسه صغيره. صح. ماشي انت لسه صغيره حافظي، ولو في بدايات حاجات حصلت عالجيها. حاجه ثانيه برضو عايزين نغيرها، الناس بتيجي مقرره هي عايزه تعمل ايه. انا عاوزه اعمل بوتوكس، انا عاوزه اعمل فيلر، انا عاوزه اعمل خيوط. تمام. على اساس ايه يعني انت على اساس هي إيه شافت مثلا حد تاني جرب وشافت النتيجه عجبتها؟ بالظبط. هل انا مثلا خدت علاج ليا هل ينفع لحضرتك؟ لا طبعا، كل واحد على حسب حالته يبقى العلاج ملائم لي. تمام تمام جدا يا دكتور. طب الخيوط الفرنسيه بقى يا دكتور امتى بنلجأ لها؟ الخيوط الفرنسيه دي حلت مشاكل كتيره جدا، بقت تغنينا كتير عن العمليات الجراحيه. هي طبعا مش زي العمليات الجراحيه. أوكي. بس عمليات الجراحيه لها وقت كتير، لازم نقعده في البيت، لها مشاكل كتير، ليها عواقب كتيره جدا. بالظبط كده. الخيوط هتحللي المشكله دي، لان مع السن بيبتدي يحصل تهدر في الوجه زي ما احنا اتفقنا. بنقول في تعبير كده بنقول وش فضي. بالظبط. الوش فضي او الوش نزل لتحت. بالظبط. مع الجاذبيه والتقدم في العمر والشمس والاجهاد وكل ده بتبتدي تلاقي فعلا الوش نزل لتحت، الخطوط فضيت من هنا وحصل ساجنج، حصل خطين اللي حوالين البق زي كيرف كده بقى موجود. صح. الخيوط بترفع كل ده، بترفع الحاجه اللي نزلت دي بترفعها فوق تاني. ازاي بقى بيحصل الكلام ده يا دكتور؟ اولا بنكون حاطين بنج موضعي على الوجه، بتكون بتدي حقنه زي حقنه الفيلر بالظبط، بتدخل بتدخل بيبقى جواها الخيط، تدخل تطلع الخيط يثبت جوه ويبتدي يشد الوش. نتيجه بتبان في ساعتها بنسبه مثلا 40 او 50% على مدار شهر، بتدي نحصل على 40 50% التانيين. تمام جدا. ويا دكتور بس في الوش ولا ممكن في مناطق تانية في الجسم؟ هي غالبيتها الخيوط بتتحقن في منطقه الوجه عشان تحسن الساجنج او التهدد اللي حصل في البشره. لان في ناس كانوا بيسالوا على منطقه الدراع اللي فيها تهدد، ينفع نعمل فيها خيوط فرنسيه ولا لازم جراحه ولا نعمل ايه؟ الدراع اللي فيه تهدد ده او فيه ستريتش مارك، خلي بالك الدراع اللي هو اللي فضي مع الـ مع الـ مع الجراحه مع سوري مع الخساسين او كده بتدي يكون في ستريتش مارك، بتدي حاجات زي الدبل تشين بيكون فيه جلد متهدل شويه. بالزبط. فممكن نعمله حاجات تبتدي تشد لي الجلد، نحقنه بميزو ثيرابي او بعض الفيتامينز او بعض حاجات معينه تشد لي الجلد على مدار جلسات. تمام جدا. طب والبلازما بقى يا دكتور؟ البلازما دي احسن حاجه، دي انتي ايجنج، يعني بتمنع التقدم في العمر للبشره. اولا البلازما فكرتها، احنا برضو هيكون معانا صوره ممكن توضح لنا. اوكي. البلازما فكرتها ان احنا بنحقن بنسحب عينات ده بنفصلها في جهاز بطريقه معينه. أوكي. بتدي يفصل لي كرات الدم الحمراء زي دي يا دكتور. صح. دي صوره بتوضح لي مكونات الدم، ان هي كرات دم حمراء كرات دم بيضاء وصفائح دمويه اللي هي الصفراء. انا ببقى عايزه الصفائح الدمويه دي، بفصلها في جهاز بطريقه معينه بيبتدي يفصل لي كرات الدم الحمراء عن البلازما. ببتدي اخد البلازما واحقنها في منطقه الوجه او في الشعر.
بتعمل ايه البلازما او انا هدفي ايه من البلازما؟ البلازما فكرتها ان هي بيكون فيها حاجه اسمها جروس فاكتورز او عوامل النمو. اوكي. عوامل النمو دي بتحتاجها كل انسجه جسمي، بيحتاجها بشرتي عشان تتجدد، بيحتاجها شعري عشان يبتدي يتجدد. ودي ايه بقى يا دكتور؟ دي الحقن. ده اللي هو ده التيوبس، الانبوبه بعد ما بنفصلها بتكون بالمنظر ده، بيكون في كل ده متقسمه ثلاثه. ودي الصفائح الدمويه الغنيه بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، وبنبتدي ناخد البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه دي ونحقنها في منطقه الوجه او منطقه الشعر. طب احنا بنقول ان هي انتي ايجينج يا دكتور، ما ينفعش مثلا نستخدمها في حالات معينه في سن صغير؟ بالظبط. ما هو ده فكره الوقايه. أنا ممكن استخدمها كوقايه. بالظبط. انا من وانا في سن صغير ابتدي احفز بشرتي على طول، اخلي الخلايا بتاعت بشرتي نشطه على طول. فده انتي ايجينج، انا مش عايزه بشرتي تعجز بدري. تمام. فببتدي احقن بلازما. كمان ممكن اعمل مع البلازما ديرما رولر، ممكن اعمل مع البلازما فراكشنال ليزر، ممكن اعمل مع البلازما كذا ميزو ثيرابي. اوكي. تمام. او بتقنيه الديرما بين برضو. اي حاجه ممكن اعملها مع البلازما او البلازما لوحدها اناف برضو، ان انا احافظ على بشرتي من وانا في سن صغير. مش شرط يكون عندي حاجه، بس مجرد عايزه احافظ على بشرتي. ممكن تتحقن البلازما برضو في الشعر، بتدي نتائج جميله جدا. اوكي. ليها استخدامات تانية يا دكتور؟ البلازما تتحقن في منطقه الوجه ومنطقه الشعر، تتحقن برضو حوالين العين لو في فاين نايز او بدايه خطوط رفيعه نبتدي نعالجها. لو في هالات سوداء، هي فكرتها ان هي بتحسن. بالظبط، بتحسن شويه الدوره الدمويه البلازما، فبتدي تفتح شويه مع الوقت. تمام. تتحقن في الشفايف، بتخلي الشفايف مورده شويه. تمام. ناس كتير اسمع منها بعد ما بحقن لهم بلازما بحس ان وشي منور بعد الجلسه، بيرجع نضاره البشره تاني. بالظبط. وشهم فعلا بيبقى منور بعد الجلسه. طب ليه يا دكتور مثلا احنا بنقول احنا مش عايزين حاجه غير طبيعيه؟ يعني ده بيريجنريت من الجسم ولا ليه اي ريسك مثلا عشان نطمن الناس من الجزئيه دي؟ دي حاجه مني انا وبحقنها في نفسي تاني. بس الفكره كده ان انا باخد عوامل النمو اللي موجوده في البلازما دي احقنها مركزه على المكان اللي انا عايزه اعالجه. تمام. تمام. طب يا دكتور هنا مثلا في ناس تقول طب انا كده متلخبطه، انا عندي كده بوتوكس وفيلر وعندي خيوط فرنسيه، انهي انسب بالنسبه لي؟ بصي، هو كل حاجه مختلفه عن التانية. البوتوكس ماده بتتحقن في عضله او بتتحقن في تجاعيد موجوده زي الخطوط ال111، زي شعاع الشمس مع الضحكه، زي الخطوط العرضيه واحنا بنبص لفوق، ده بيتحقن فيها بوتوكس. ممكن يتحقن في السموكي لاينز اللي هي مع المدخنين، بيتحقن برضو فيهم. بيكون تلاقي عندهم خطوط حوالين منطقه الشفاه. ده بوتوكس بيرخي عضله. تمام. تمام. الفيلر جاي من فيل، ماده مالئه بتملى مكان. تمام. عايزين نرسم الخدود، نرسم الشفايف، خطين بدأوا يظهروا هنا عايزين نعالجهم. تمام. نحقنهم يتمروا في ساعتها. تمام. الخيوط حصل تهدل في البشره مع الوقت مع السن، بنبتدي نرفع التهدل اللي حصل ده، الخط اللي حوالين الفم والخط اللي عند الدقن يبتدي يتشد لفوق فيبتدي يترفع. والسن بقى في الثلاثه يا دكتور؟ ملهاش سن، على قد ما هي مرتبطه بحاجه حصلت، يعني تجاعيده حصلت ابتدي احقنها بوتوكس. مش شرط سن، على قد ما قوه عضله موجوده. تمام. عشان كده احنا بنقول البدايه. اول ما نبتدي نلاقي حاجه نبتدي نعالجها على طول، هتوفر عليا حاجات ومجهود كبير بعد كده. طب والناس يا دكتور بتقول طب انا خايف الريزلت ما يبقاش طبيعي، الشكل ما يبقاش طبيعي، يبقى شكله فيك. ما هو احنا عشان كده بنقول لما نيجي نحقن بنكون بنراعي مقاييس جمال البشره، بنراعي النسب والتناسب في الوش. ومش اي حد يقول لي مثلا عايز احقن فيلر في خدودي، انا شايف ان هو ما يتحقنش، هفهمها ده هيحصل كذا ده هيحصل كذا. هي كانت راضيه عن النتيجه، خلاص هحقنها لها. هي اقتنعت بالكلام يعني. تمام. في ناس دي مصممه على رايها. خلاص انا هحقنك، هي بتبقى عايزه كده. مش بتقتنع. وفي ناس لا، تفهم ايه اللي هيحصل وتفهم شكل وشها هيبقى شكله عامل ازاي بعد كده، تبتدي تبقى شايفه الصوره واضحه جدا. بالزبط. جدا قدامها. بالظبط. عشان كده لازم نوضح كل شكلك هيبقى عامل ازاي بعد كده. طب يا دكتور عايزين كده نصايح سريعه جدا للحفاظ على بشرتنا في الحر اللي احنا فيه ده وفي فصل الصيف. اول حاجه نشرب ميه كتير في الحر ده. نحط سان بلوك مناسب لنوع البشره، لو دهنيه يبقى ايمالشن حاجه خفيفه او جل. لو جافه نحط كريم. لو في اي بدايات اي حبوب جديده موجوده نبتدي نعالجها، ما نلعبش في الحبوب بايدينا. البشره الدهنيه تعمل سكراب للبشره، ما تعملش كتير بقى يا دكتور عشان لا، تعمل سكراب للبشره مرتين في الاسبوع. ناكل خضار وفاكهه، نبعد عن الفاست فودز. يا ريت يا ريت. نبتدي لو في الميك اب بعد ما بنحطه نعمله بنشيله بحاجات مخصصه لازاله المكياج. تمام. ما ننامش بيه، دي عامل اساسي في ظهور الهالات السوداء. يا رب بس يا دكتور نمشي على كل الكلام ده. بالزبط. ان شاء الله. ان شاء الله كده. يا دكتور كلام كتير جدا يا دكتور، وهنكمل ان شاء الله في حلقات جايه. بنشكر دكتور مريان نادر اخصائي الجلديه والتجميل والليزر ودبلومه التجميل والليزر من المركز القومي للبحوث. بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور.